رجعنا لحضراتكم، وزي ما قلنا في مقدمة البرنامج معانا النهاردة ضيوف فعلا من العيار التقيل فعلا، ومعانا ضيف على المستوى النقد الرياضي على مستوى عالي جدا ودايما منورنا في البيت الكبير في قناة النادي الأهلي، الأستاذ محمود صبري. أهلا بيك. أهلا بيك كابتن زحمة، منورنا دايما. أنت اللي منور الدنيا. بيبقى طبعا النقاش معاك يعني مثير جدا، ورؤية إن شاء الله للمستقبل بشكل كويس. هنتكلم النهاردة في كذا يعني كذا محور. خلينا الأول نبدأ بمحور، وحضرتك يمكن متابعنا في كمان مجلس إدارة النادي الأهلي والمتابعة المستمرة في الإنشاءات والتطوير، مش بس على مستوى القناة والاستاد، لا كمان على مستوى النادي للأعضاء العاملين داخل فروع النادي الأهلي، إذا كان فرع الجزيرة، مدينة نصر، الشيخ زايد. فانت شايف برضو التطور ازاي ومتابعه مجلس الاداره لهذا الملف شكله ازاي؟ بص حضرتك، مجلس الاداره يعني الكلام عنه مش هيبقى يعني مجرد كلام، الافعال والعمل الدؤوب داخل النادي لانجاز حاجات واساسيات النادي، مجلس الاداره حطها في برنامجه. يمكن النهارده افتتاح البوابه الفرعيه لفرع مدينه نصر كان شيء مهم جدا، لكن المشروع الاهم واللي هيعمل نقله مهمه جدا للاهلي واعضائه هو الجراج اللي هو هيصعد لحوالي 600 اكثر من 600 سياره. دي هتبقى خطوه مهمه جدا ونقله كبيره جدا في حين تم افتتاحه وعمل، لانه الاعضاء طبعا المنطقه اصبحت زحمه، وانت عارف المرور عندهم مشكله طبعا مشكله. فالباركنج هيبقى شيء مهم جدا افتتاحه في الوقت المناسب. في عمل بيتم اللي يتحدث عنه اعضاء النادي الاهلي اللي هيشيد بيه اعضاء النادي الاهلي. اعضاء النادي اكيد حاسين وشاعرين انه في عمل بيتم رغم الظروف الصعبه والفتره اللي تم ايقاف فيها العمل 4-5 شهور بسبب جائحه كورونا، لكن على مدار الفتره اللي فاتت هناك خطوات تسير محدده لها اهداف. عندما يصل مده المجلس الى يعني 4 سنوات سيكون اكمل او حقق ما يعني انجز ما وعد به خلال الفتره السابقه. افتتاح كمان، تطوير كمان اكاديميه النادي الاهلي برضه في مدينه نصر، بجانب كمان حاجات تانية اخرى بتبقى رفيع كده ماشي في السكه انت بتبص عليها وبتشوف ومتابعه ومعاشه مجلس الاداره. ودايما المجلس اصبح دلوقتي الامور تطورت عن الاخر، بدل ما كان كل الاجتماعات بتقام في فرع الجزيره اصبحت المقر الرئيسي اصبحت ما بين الشيخ زايد ما بين مدينه نصر. وان شاء الله في نهايه العام عندما خلاص يبدا وضع يعني اللبنه الاولى لفرع التجمع اكيد هيبقى في خطوه مهمه. ومن الوعود الاساسيه افتتاح الفرع الرابع على ان شاء الله السنه اللي جايه باذن الله تعالى، على اساس حتى وضع الاسس. الان يتم عمليه الصرف والكهرباء والغاز وانجاز، في هناك عمل يتم، مش محتاج في اجنده شغالين عليها بشكل كبير جدا. وعايز اقول لك استاذ محمود من غير دوشه، لا مش المهم. محتاج ان انا يعني كل ما اعمل خطوه اطلع ورقه واطلع اقول ان انا عملت 3-4، خلي الناس هي اللي تتكلم عنك، خلي اعضاء النادي الاهلي هم اللي يقولوا اتعمل ولا ما اتعملش. الكلام ده يتم في الاخر في كشف حساب هيطلع، اذا ما طلعتوش انا ولو حضرتك قلته او اي حد قاله، هيطلع اعضاء النادي يقول لك تم نجحنا في نجح المجلس في 1-2-3-4، لان هو جاي طبعا لان هو جاي بهدف ان هو يعمل ويحقق رغبات اعضاء النادي الاهلي اللي هم قوته، اللي هم مصدر قوته، اللي هم الجمعيه العموميه بتاعته. فاعتقد ان هناك يعني في عمل وفي جهد، مش هيتم الكلام عنه دلوقتي، هيتم عنه الكلام يعني اقول لك بدا من الايه، من العام المقبل ان شاء الله هيتم بعد شهر مارس يبدا الكلام بقى يقول لك تم انجاز 1-2-3-4-5-6، رغم انه البعض بيحاول يدفع الاهلي ومجلسه لانه الانتخابات بدات من النهارده، لكن لا الامور يعني لسه قدامها وقت. واعتقد كمان شيء مهم جدا النهارده كابتن محمود الخطيب اللي هو الهيكله الماليه للعاملين في النادي الاهلي. العاملين في النادي بتدور حواليهم كثير، بعض يحاول يستغل هذه النقطه ويدور حولها بعد الاشاعات وبس بعد الاخبار الغير دقيقه. النهارده لما انت النهارده تعمل هيكله وتعيد النظر وتمنحهم حقوقهم بالصوره المطلوبه، هم من العناصر الاساسيه في النادي والداعمه للاستقرار، ده شيء خطوه مهمه جدا. واعتقد انه في وجود العميد محمد مرجان وتقدمت مذكره رسميه وبالتفاصيل، واعتقد مجلس الاداره في وجود الكابتن اكيد هيبقى في الحاجه اللي تدعم العاملين وتديهم حقوقهم ومكتسباتهم بالصوره اللي تليق بالنادي الاهلي. وعايز اقول لحضرتك كمان كان في رساله انا في وجهه نظر مهمه جدا الكابتن الخطيب قالها،
ويمكن هقولها بالنص، يعني جاءت رساله الكابتن محمود الخطيب لجميع الساده العاملين، انتم جزء هام لنجاح النادي الاهلي وتقدمه، ومجلس الاداره بيقدر ده تماما، ومن يعمل بجد وحب وانتماء للنادي الاهلي مع دعواتنا لكم بالتوفيق. بستخلص من الجمله ديت ان النادي الاهلي مش وان مان شو، النادي الاهلي بيعمل كمنظومه جماعيه، وان رئيس مجلس الاداره بنفسه بيشكر العاملين، ودايما بنقول العاملين كمان مش هنقول الصغار، لكن كل جزء داخل النادي الاهلي والتخطيط داخل النادي الاهلي بيهتم بكل صغيره وكبيره، فده كمان بيدينا الانطباع ان لا، ان في فعلا في تكاتف، وان العمل في النادي الاهلي من خلال تطوير المنشآت، من خلال تطوير القناه، من خلال تطوير الاستاد ووجود استاد باسم النادي الاهلي، اعتقد دوت كله عمل جماعي، وده اللي متعودين عليه. عمل مؤسسي مش عمل فردي. لا، مثل الاهلي على مدار تاريخه هذا الكيان الكبير لم يصنع من فراغ، ولم يصنعه شخص، ولم يشر الامر الى شخص وحيد، حتى لو كان نجم فهو صحيح. دايما يشعر الاخرين انه هو الكل يعمل، وهو يمكن يجي يحط نفسه في اخر المرتبه. ماشي الكلام ده من فريق مرتجي للكابتن صالح رحمه الله على الجميع، الكابتن حسن حمدي، مرورا بمهندس محمود طاهر، مرورا بكابتن محمود الخطيب. اعتقد المساله ترس بتدخل جواه بتدور العجله، الكل يكمل بعضه، ودي دي من المميزات اللي بيمتاز بها النادي الاهلي، انه ما يعني نادرا ما تلقاش ابدا انه حتى لو مجلس ترك المهمه وسلم ما تلقاش حد بيتناول المجلس الاخر، لانه كلهم ابناء النادي الاهلي في بوتقه واحده، مصلحتهم جمهور الاهلي، واعضاء واعيين جدا، فاهمين جدا، عارفين مين اللي بيحب النادي الاهلي، وعارفين المصلحه فين، ويعرفوا يحددوا ما تقدرش تاثر على ايه، على جمعيته العموميه بصوره او باخرى. فاعتقد الاهتمام بالعاملين شيء مهم جدا. انا بقول لك ايه، البعض يحاول يستخدمه ورق الضغط وكلام يطلع تشويه، لكن انا بقول لك قرار النهارده بالهيكله والمكتسبات واعدادهم، انه كنت جزء اساسي وجزء مهم جدا، ولو غير كده يبقى مش مستوعب. لا، ده الناس دي بتادي وبتبذل جهد كبير جدا، فاعتقد ان الاهتمام بيهم النهارده ووضعهم حقوقهم ده شيء ربما اقول ان ايه اتاخر شويه، لكن جه في وقته ان شاء الله. يعني ده كله بالهدف قصد كده، الرقعه اتسعت، مش فرع، ده مقر رئيسي وثلاث افرع ان شاء الله، وغير يعني حجم عمل كبير جدا، لازم الناس دي يبقى لها دور والاهتمام ان شاء الله. ده اللي اكد عليه الكابتن محمود الخطيب. نسيب الجزئيه ديت ونروح على جزء ثاني مهم، وهو مباراه القمه، مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. من الشكل، خلينا نتكلم برضو، اتناقش معاك في الشكل الفني شويه، انت شايفها ازاي؟ دي بطوله خاصه، نحن يعني الكلام الدارج اللي احنا بنقوله، بطوله خاصه بين الفرقتين الكبار، ديربي ساخن، ديربي القاهره، من المباريات اللي هتبقى مثيره جدا، لانه فوز الاهلي في المباراه بيدعم مسيرته نحو الاحتفاظ باللقب للعام الخامس على التوالي ان شاء الله. اي نتيجه ثانيه، تعادل او يعني اي نتيجه ثانيه برضه بتبقى لها حسابات، مباراه صعبه ما حدش يستطيع ان يتنبا فيها، بيقول لك مين هيكسب ومين هيخسر ومين هيفوز ومين هيجيب كم جول، ده امر صعب جدا. الاهلي طبعا في اخر مواجهه بين الاهلي والزمالك يمكن انتهت بالتعادل، وحسمت بضرب ركلات الحظ الترجيحيه لصالح نادي الزمالك في دبي. اعتقد في المباراه الجايه هتبقى لها حسابات فنيه، الاهلي عنده يعني غيابات مؤثره في الفريق، اصابات يعني غريبه ومثيره، طبعا اصابه محمود متولي، اصابه احمد الشيخ طبعا، حسين شحات، موقف يعني رمضان صبحي حتى لو كان موجود ما كانش هيلعب لانه ما كانش جاهز، كهرباء وغير الضغط بايقاف كهرباء، يعني عايز اقول لك ايه، ولكن هذه المباريات بتبقى مباريات بتصنع الرجال، مباريات القمه هي مباريات تصنع الرجال، مباريات بتحتاج الى لعيبه بروح قتاليه، تحتاج الى مواصفات خاصه، الى انك تقدر وتنظر الى اهتمام الجمهور، الجمهور بالنسبه له مباراه صعبه، احنا مباراه صعبه، احنا عاوزين نقول ايه، نحط الاطار في ان دي مباراه كره قدم، مش عاوزين نخرج عن الاطار ونقدم الصوره اللي حصلت في كاس السوبر الاخير، كان شيء محزن جدا ان يصل حالنا ان احنا نصل الى مرحله يعني فيها حاله من الانفلات. الامر اللي يعالج الكلام ده يا كابتن هاني انك انت لازم يكون عندك لائحه المسابقات قويه جدا، ولا تحمل مجامله لاي طرف على اخر. الامر انه يكون عندك مراقبين عندهم ضمير ويراعوا ما يحدث وينقلون بامانه شديده جدا، النص على حسب اللائحه وعلى حسب القانون. يعني عايز اقول لك، واللعيبه لابد ان يعوا جيدا انه هي دي مباراه في كره القدم، المفروض انت نازل تستمتع وتمتع جماهيرك. فاعتقد الحسابات بالحسابات الفنيه
اللي عاوز اقول انه الظروف متقاربه بين الفرقتين. الاهلي متصدر بفارق 18 نقطه في يعني قمه الجدول، مهم جدا بالنسبه له انه يكسب النهارده، لانه مكسبه بيضرب عصفورين بحجر واحد، بيكسب القمه الخاصه وبعدين بيبعد ويعني ايه ينفرد بالقمه. فوز النادي الاهلي اعتقد بيحسم يعني خلاص، بيحتاج الى الفوز في 6 مباريات على الاقل في المباريات المتبقيه لتتوج رسميا. الزمالك نفسه هيحاول ويقاتل من اجل تاكيد انتصاره في السوبر، على انه حصل ما جاش من فراغ، وانه عنده فرصه ان هو فوزه هيبقى عنده ب6 نقاط، ان انا وقفت وخدت 3 نقط وما انا حرمتك من 3 نقاط، فكل ده هيبقى ايه في الحسابات. لكن ما يجري على ارض المستطيل الاخضر يحسمه اولا التوفيق والاستفاده من الفرص التي ستلوح لكل فريق. دايما بنتكلم ان ال 90 دقيقه هي دايما اللي ومجهود اللاعب مع التوفيق مع طبعا الاداره الفنيه خارج الملعب، هي دي اللي بتحدد نتيجه المباراه. لكن طبعاً كل ما قبل المباراه كلها اجتهادات، وكلنا بنجتهد وبنقول يعني في غيابات كتير في النادي الاهلي. خلينا ناخد انا وانت كده ونشوف ايه، مش هقول التشكيل الافضل، لكن طبعا الافضل يعرفه الجهاز الفني طبعاً. لكن خلينا من وجهه نظرنا ايه اللي ممكن النادي الاهلي يبدا بتشكيله عامله ازاي؟ يعني حراسه المرمى يعني خلاص انت حاسم الشناوي. طب اقول يعني انا خلاص محمد الشناوي. محمد الشناوي محمد الشناوي ده ما فيش مشكله، ما فيش مشكله عليه. انت عندك دلوقتي عندك طرفين، هل هو هيبدا باحمد فتحي وعلي معلول في اليمين وفي الشمال، ولا هيخلي محمد هاني هي هو السؤال دلوقتي ناحيه اليمين عندنا محمد هاني وعندنا احمد فتحي، ناحيه الشمال اعتقد علي معلول. علي المعلول ما فيهاش مشكله، فهنا الاختيار ما بين احمد فتحي وما بين محمد هاني. احمد فتحي على مستوى الخبرات خلينا نتكلم، ممكن يكون بالنسبه له مباراه محتاجه خبرات شويه، لو انا بفكر بنفس الفايلر هاخدها من جزئين، هختار الجانب الخبرات، والجانب ان احمد فتحي عنده خبرات، والجانب ان احمد فتحي المباراه اللي فاتت لا باس بيها. تواجده في الملعب في مباراه زي دي مهم جدا، انت عارف ان اللعيبه الكبار وانت يعني شفت ويبقى برضه بيشد دي جزئيه بيشد في مواقف بتحصل في الماتش بتخليك محتاج حد ايه محتاج يفوقك ويشدك ويعني دي جزئيه. طبعا الجزئيه الثانيه محمد هاني، محمد هاني من اللعيبه المميزه جدا على المستوى الهجومي. لعيب صغير في السن، يعني ممكن مجهوده يكمل لاكثر من 90 دقيقه لو في وقت اضاعه وقت ضايع كتير. فالعلاقه ديت او المقارنه دي اعتقد ممكن انت شايف ممكن تروح لمين، لصالح احمد فتحي ولا محمد هاني؟ لا بالوضع كده لصالح محمد هاني. لصالح محمد هاني يعني انت في اعتقادك هيبدا محمد هاني. طيب علي معلول طبعا ناحيه الشمال اللي اتكلمنا عليه. هنيجي لمشكله السردباكين، عندنا اصابات كتيره جدا جدا. وعلى فكره يا كابتن هاني دي من الجزئيه اللي ما زال النادي او المدير الفني بيبحث لها عن حل، يعني ايه حتى في البحث يعني ما اعرفش، يعني هو التركيز طبعا في التعاقدات والصفقات بيتم على مستوى خط الوسط وخط الهجوم. انت ناسي جزئيه الاخطر، ان هو انا بقى عندك لاعب مميز في الخط الخلفي، وانت يعني خدت لعبت فتره من لعبت شويه صغيرين وسافرت خلاص طرت بره. لا لعبت كمان المركز ده فتره طويله ومركز مهم جدا. طبعا ازاي يبقى عندك لاعب يمتلك مش عينين اربع عيون؟ ودي يمكن اللقطه اللي ادت منحت الاهلي في فتره التفوق، كان كابتن عماد النحاس لو تفتكر الفتره اللي لعب فيها كان عامل شغل كبير، لانه كان حاجات الاساسيه اللي بتبني من ورا للفريق لقدام، وكان بيعرف ينقل الكوره بسرعه جدا. انت عندك النهارده ايمن اشرف، وعندك ياسر ابراهيم، وعندك مين تاني احنا عندنا سعد سمير، بس سعد سمير لسه برضه لسه ما رجعش. ورامي ربيعه، ورامي ربيعه برضه يعني يمكن يعني عندنا ثلاثه، رامي ربيعه وعندنا ايمن اشرف وعندنا ياسر ابراهيم. اعتقادي الشخصي يمكن خلاص هو يعني اعتقد في المباراه ايمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معمول. نص الملعب برضو يعني عندنا لعيبه مميزه كتير، يعني في ديانج وفي عمرو السوليه وعندك حمدي فتحي، دول الثلاثه نختار منهم اثنين على اساس لو لعب اربعه. حاسس انه هيلعب بثلاثه في نص الملعب، وده يمكن شفناه من خلال بعض المباريات اللي فاتت كان يعني بيلعب بثلاثه نص الملعب، يلعب بحمدي فتحي وديانج وعمرو السوليه، وده ممكن يكون هدفه ان هو يعني يقفل شويه او يبقى عنده كثافه عدديه في وسط الملعب شويه، عنده ثلاثه في وسط الملعب طبعا.
يعني. بس دي ما بتجيش على حساب واحد من الاثنين يعني. انت لو لعبت بالثلاثه دول هتيجي على حساب واحد من الخط الامامي مثلا، وكان بيلعب بقفشه، لكن ممكن هتيجي على حساب الطريقه 4-2-3-1، يبقى انت ما عندكش اطراف. يعني انت لو لعبت 4-3-3 يبقى انت بتدخل، يبقى ما عندكش اطراف. طيب. هتعتمد على الاطراف. طيب. على طب هل انت حضرتك كنادي كبير او مدير فني يعني حاجه فارق، مدرب فريق بحجم النادي الاهلي، بتاخد يعني بمعاك لعيب هو كل مهمته حاجه واحده، ولا ما عندك ميزه للعيب الجوكر اللي بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم وبيؤدي ادوار اخرى من الذكاء؟ حمدي فتحي لو في حالته تعتبره من اللي يقدر يقوم لك بدور يعني ايه مهم جدا يعني. هو راح اشرخه قال يعني 10 دقائق في ربع ساعه في ثلث ساعه، هو ممكن يفكر التفكير ده يعني، ممكن يفكر وممكن يعمل حاجه غير اللي احنا بنقوله ده كله، ويلعب بديانج ويلعب بعمرو السوليه. اه طيب ممكن جدا. وفي الحاله ديت هي تتوقف على طريقه اللعب البدايه، هتلعب 4-2-3-1 ايوه، ولا هتلعب 4-3-3. لو هتلعب 4-2-3-1 خلاص اعتقادي عمرو السوليه وديانج دول اتنين في نص الملعب، وبالتالي هتبقى الثلاثه اللي قدام. هما لخبطناش انت ما لاحظتش في الماتشين اللي فاتوا؟ مش لخبطه، هو كان بيحاول برضه بيحاول في حاجات يعني ايه. شوف قفشه وداه فين، جابه هنا ورم ده اللي بكلمك عليه. انا بص هو بيدور على حاجه على فكره، بيدور على شكل معين، على شكل معين، وبيدور على حاجه يسند. هو عنده لسه لغايه يعني، عاوز اقول لك على حاجه، في مشكله لغايه دلوقتي هو فايدر او النادي الاهلي لسه رقم 10 ما ظهرش. صانع الالعاب، صانع الالعاب يعني قفشه يمتلك امكانيات يعني. قفشه عاوز ايه؟ عاوز خلاص يعني، المفروض خلاص بقى ثبت قفشه بقى في الجزئيه دي، واديله كل الحريه انه يبقى الشغل كله عليه، انه خلاص انت ما عندكش، انت محتاج حد يدور لك الكوره. انت خدت فتره نجمك في تدوير الكوره في المنطقه دي كان عبد الله السعيد، صحيح، خلاص طبيعي جدا ماشي، مش عبد الله السعيد خلاص، امر طبيعي. هنفترض مثلا مش اتصاب عبد الله السعيد اصابه وقعد فتره كبيره جدا غايب عن الملاعب مثلا، دايما يبقى عندك انت هنا ايه عندك هنا بحضر. هل هو هنفترض انه لعب بالاثنين وهيلعب قفشه، هيلعب قفشه 10 رقم 10 مثلا. طب الطرفين، انا وجهه نظري انه لازم مارس سليمان يبدا برضه. هاجي مع حضرتك واقول لك عندك خيارين زي ما اتكلمنا على محمد هاني واحمد فتحي. عندك التفكير ان طبعا وليد سليمان لعب كويس، طيب انا استفيد من وليد سليمان ب 30 دقيقه الاخيره، وده شفناها باجزاء كتير، استفيد بيه ل 30 دقيقه الاخيره، ولا ممكن جدا ان وليد سليمان ما يقدرش يكمل 90 دقيقه وبالتالي اشركه من الاول علشان تحسم الامور واخرجه في الشوط الثاني؟ بلاش انا عاوز ايه؟ لا ما ديت برضه ما ناخد بالي بس عاوز حاجه فضل. بلاش ترجع، بلاش تستنى لغايه ما ترجع، بلاش حكايه تنتظر لغايه الشوط الثاني، لغايه ما تضمنش الشوط الاول يحصل فيها ايه؟ يعني على فكره انت لاحظت حاجه في البدايات، بدايات المباريات تبقى فيها في حاله عدم تركيز، يعني ايه؟ يعني في حاجات كده هنات بتجي لك بتديك انذار تاخد بالك. يمكن بدايه في ماتش الانتاج الحربي كانت مباخته في اول دقيقتين ثلاثه، انت سرحان في ايه؟ يعني مسألة. فأنت هل هنا هتستنى وليد سليمان؟ أنت مش تستنى، أنا بتكلم أنت وجهة نظرك تستفيد من وليد سليمان. لا بداية المباراة، بداية المباراة، بداية المباراة طبعا. أنا برضو هتكلم معاك في النقطة دي، إن وليد سليمان يبقى عندنا قفشة، وليد سليمان ناحية اليمين، طرف شمال عندك دلوقتي، عايزين طرف شمال يعني وينج شمال ورأس حربة. على فكره برضو لسه جيراردو لسه كان النهارده كان عنده يعني اتمرن يعني لوحده، وكان عنده برنامج تاهيلي شويه عشان الشد اللي جاله. فانت عندك مش هقول لك ازمه، لكن عندك حلول. الحل الاولاني انك ممكن تلعب، وانا وجهه نظري دي ان اجاييه يلعب ناحيه الشمال لانه بيمثل قوه وبيمثل دويتو هايل جدا مع علي معلول، فالخط ده قريب من بعض. احنا بنتكلم على ناحيه اليمين وليد سليمان مع محمد هاني او احمد فتحي، ده دي جبهه. نتكلم ناحيه الشمال علي معلول، وكلنا شفنا ان في اريحيه وفي تفاهم واضح ما بينه وما بين اجاييه. طب لو حطينا اجاييه نحط بادجي كراس حربه ولا مروان؟ لا بادجي. بادجي لا طبعا، بادجي اديله بقى الثقه وارميه بقى. انت عاوز تكتشف قدرات ولا جايبين بدج؟ احنا قعدوا وننزلوا نص ساعه. لا طبعا انا عاوز احكم عليه دلوقتي بالظبط، يعني بغض النظر انه يعني المنافسه على مسابقه الدوري يعني ملامحها واضحه، لكن انت مهم جدا تحضر للي جاي، انك انت بتحضر للي جاي. اذا انت انتظرت
وقعدت بقى يعني تتحفظ تتحفظ، خلاص انت يبقى انت مش عارف، انت عندك مشكله وانت المفروض تبقى يعني اجرأ في حل ليها. يعني مساله الهجوم بقت مشكله في يعني في الفتره الاخرانيه. يعني هو ادي بيتش خلاص، انت اديته في ماتش اسوان صحيح، خلاص اشركه في المباراه على الاقل مع قوه البنيان وجسمه ده يعمل لك حاله من الضغط على دفاع المنافس صحيح. يعمل لك شك، فانت ادي ثقه وارتفاع، ويعني بص يعني ممكن يصنع لك وممكن الكرات العاليه يعمل فيها يعمل مشكله يعني يعني كمان الثقة. ياخد وبادجي كمان ممكن جدا نستفيد بيه جوه ال 18، لان انت لو لعبت بنفس الطريقه ان عندك طرفين علي معلول طبعا ما شاء الله عليه مع جونيور اجايي ناحيه الشمال عامل لك جبهه كويسه وبيطلع كروسات كويسه، ناحيه اليمين ايا كان بقى محمد هاني مع وليد سليمان او احمد فتحي برده نفس القصه، ان الدنيا بتبقى فيها كروسات كتير وبالتالي هيبقى في كثافه كمان عدديه، لان متعود انه في الحاله ديت هيبقى موجود في ال 18 هيبقى موجود جوه وليد سليمان، لو احمد فتحي من الناحيه دي هيبقى موجود لو بادجي لو هو فكر مثلا عمرو السوليه يلعب باحمد فتحي ومحمد هاني مثلا احمد فتحي يبقى محمد هاني قدام مثلا لو فكر هو مثلا يعمل حاجه زي كده، ممكن في حساباته برضو ايه كلها وجهات نظر يعني اكيد ايه هو عارف نفسه انه خسر مباراه السوبر خسرها ازاي، وكانت فرصته ان هو اكبر وضيع الفرقه ضيعت عدد من الفرص كتير جدا ما حسمتش الحاجات. عشان كده المباريات الكبيره الفريق اللي يستطيع ان يستفيد من كل الفرص اللي بتجيله هو اللي بيحسم المباراه. التفاصيل الصغيره في المباراه بتبقى مهمه جدا، ده حقيقي مظبوط. الكرات الثابته، الضربات الركنيه، يعني عاوز ايه التركيبات الهجوميه المباغته اللي بتتعمل في التدريبات، ولازم يبقى في حاجات لازم تدي يعني دي اللي تديك الافضليه. الاوراق متشابهه بين الفرقتين، لكن من يمتلك الروح والاصرار هو اللي هيحسم، من يستطيع ان يستفيد من الفرصه اللي هتروح له هو اللي هيحسم. وبعدين انت لازم تخرج من الاطار التقليدي من مساله الفرص التقليديه انك انت تباغت منافسك بحاجات تانية، ده بيبقى نتيجه ايه؟ نتيجه تدريب، نتيجه عمل، نتيجه اصرار من اللعيبه، دراسه خصم كمان يعني طبعًا. مهم جدا في الفترات اللي فاتت احنا اكيد هو بيدرس نادي الزمالك بشكل كويس، خاصه الماتشين اللي فاتوا بيدرس طريقه اللعب وكمان بيدرس التغييرات. طب الاوراق اللي عند نادي الزمالك اللي ممكن يستفيد طبعا الزمالك مكتمل الصفوف يعني برضه هيبقى عنده رغبة أكيد جدا إنه هو لا عنده لسه ما بقولك متمسك بأمل والكرة فيها كتير، أحصل في المسابقة أكسب الماتش ده وممكن حد يعمل تعادل ولا يعمل هزيمة تانية فالدنيا تتكعبل فالدنيا يعني عارف أنت إيه كل واحد بيحسب في حاجة اسمها فوز معنوي. طبعا في فوز معنوي بيديك طبعا خاصة الزمالك كسب قبل دوري أبطال أفريقيا يعني برضو ده برضو يعمل ضغط وبرس عليك جامد جدا، فده يسبب لك مشكلة. فأنت هنا في حسابات المباراة هي كل مباريات القمه كده حساباتها بتبقى ايه معقده، يعني ما تتفكش غير لما الفرقتين ينزلوا في الملعب وتترمي الكوره ويشوف بقى كل واحد عنده قدرته اللي هيقدر يستطيع امتلاك الكوره وتدويرها بسرعه والنقل وخفه الحركه، ويعني عاوز اقول لك ايه يستطيع انه يعني ايه يمثل ضغط على المنافس بتاعه هيبقى هو الاقرب لحسم المباراه. الفريق الاقل اخطاء هو الفريق الاقرب للفوز، ده حقيقي مظبوط. الفريق الاقل اخطاء في مساله التمرير والتمركز واليقظه وانه يتحرك كمجموعه في ارضيه الملعب بطريقه منظمه، انه مفيش حاجه اسمها لا كله يتحرك بمجموعه، انت لاحظ انه يعني ده النادي الاهلي بيشتغل بالشكل ده، بيشتغل بالشكل ده بالظبط. انت محتاج انه الاهلي حتى الان يغمي يعني ايه عاوز اقول لك ايه بعد العوده يعني برضو في مشكله انك انت كانك بادئ زي بادئ موسم جديد لسه مساله التدوير والشغل على الارض برضو ايه وقت محتاجه طبعاً. لا محتاجه وقت طبعاً. واحنا شفنا المباراه اللي فاتت الاداء الفني باعتقادي افضل كتير من الانتاج رغم بعيدا عن النتيجه لا ماتش اللي فات افضل طبعا افضل بالنسبه رغم انه يعني انت برضو اديت فرصه لفريق اسوان ان هو يلعب عليك يعني انت ايه برضو في شو في كره قدم في لا يعني في ما هي كره بس بس انت لاحظ حاجه في المباراه حصلت من محمد شناوي لما يعني سرق في اللعيبه وقال في ايه اللي بيحصل في ايه مالكم، ده كان لسه النتيجه 1-0 وكان في كان في كوره اللي هو شالها ببراعه كوره قاتله كان ممكن تعمل مشكله صحيح. فانا عاوز اقول لك انه انك انت لا يعني تستطيع مباراه قويه، مباراه الناس دي لعبت يعني كتير واجهت مباريات صعبه، فاعتقد انه مباراه لا يستطيع احد ان يتكهن بنتيجتها، اللي هيحسمها الفريق الاكثر اصرار والاكثر رغبه للوصول
لنتيجه طبعا الرقم. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي اكيد، لان هيبقى كمان استعداد جيد جدا طبعا على المستوى النفسي والمعنوي لمباراه افريقيا. واحنا عارفين كمان دلوقتي يمكن يعني البايرن بيكسب نتيجه 3-0، كسب ليون في المباراه قبل النهائي، وبالتالي النهائي نهائي الشامبيونز ليج معركه، هتبقى معركه زي ما انت تقول معركه. لا طبعا البايرن مع باريس سان جيرمان. برضو انت شايف اولا الهزيمه التاريخيه لبرشلونه كانت عامله ازاي، وكمان شايف اداء الالمان موجود، انت عندك ثلاث مدربين المان في من الاربعه شباب من وشباب شباب. من الاربعه اللي وصلوا للسيمي فاينال. شوف انت يعني وانت ادرى بالكره الالمانيه، لكن الناس دي بتسير بخطى ثابته. يعني ايه؟ يعني سنه، يعني عارف انت سنه الحياه، ظهور للقمه، تراجع، ثم بناء، ثم ظهور. يعني عاوز اقول لك ايه، من كاس العالم خساره في 2006 صحيح الى قنبله 7-1 او 7-0 7-1 مع البرازيل، 7-1 البرازيل في كاس العالم مع يعني 2014. مع يعني بالزبط. ملوك الكوره على المستوى العالم صحيح. هزيمه كانت زي زلزال للبرازيل، ثم الوصول للقمه والفوز بطوله كاس العالم للقارات بفريق الصف الثاني صحيح. ثم الوصول الفريق لايبزيج يصل للسيمي فاينل. لا ده كمان في منحنى نزل منحنى، اللي هو الخروج من الدور الاول في كاس العالم، في كاس العالم. انا بقول لك ثم بناء ثم عوده. ده بياكد لك على ايه؟ بياكد لك على بناء مستمر ونجاحات كبيره، رغم في اخفاق بيدي يقول لك ايه، في حصل خطا هنا فيبدا يصلح. النهارده انت عندك اربع فرق، النهارده دوري ابطال اوروبا في زمن كورونا، خلاص الاسماك الصغيره اكلت الاسماك الكبيره. يعني انت لما تيجي تشوف فرقتين بدون تاريخ في دوري ابطال اوروبا ظهروا بهذه الصوره، حتى وصولهم للدور قبل النهائي كان شيء مشرف، يعني ادوا مستويات كبيره جدا، لكن اصطدموا في النهايه مع مين؟ انا عاوزك تتخيل فريق باريس سان جيرمان لكام سنه بيحلم ان يصل الى المباراه النهائيه لدوري، وشوف كم مدرب اتغير حتى يتحقق هذا الحلم، وكم من الملايين انفقت لتحقيق هذا الطموح الكبير جدا. طموح للنهائي والفوز كمان. طبعا ما طبعاً. لا خلاص ما هو خلاص بقى هيبقى هناك صراع بين نيمار الذي يريد ان يرد الدين للالمان عندما احرقوه في 2014 واذلوه على ارضه حقيقي. فيستطيع ان الولاد عنده في لشبونه انه هيقدر هيواجه هذه الكتيبه الشرسه من البفاري الطامح ايضا للوصول لاسترداد البطوله اللي خسرها برضه قبل كده في اكثر من ايه؟ من مره بظروف ايه؟ الخروج المبكر. خلاص رغم انه قبل كده فاز بيها عندما اطاح في برشلونه. لا طبعا ما ننساش نتيجه 4-0 و3-0 وكانت نتيجه المجمل 7. احنا ما بدو موعدين مع السبعات برشلونه. برشلونه دفع نتيجه النجم الواحد او النجم الاوحد. الفريق تحول الى فريق ميسي. بعد اعتزال النجوم على راسهم تشافي اللي هو كان عامل نجم مكسر الدنيا في وانيستا طبعا دول كانوا من العناصر الاساسيه المكملين لفرقه ميسي. دول يعني مش وحدك، مش بتلعب وحدك، بتلعب معاك اسطوات برضه في نص الملعب بتخلص، هي اللي بتوصلك الثلاثي نيمار سواريز. ما انا بكلمك اهو، ما انا بكلمك في الحاله دي فريق برشلونه استيقظ على كارثه ربما تكون جاءت في الوقت المناسب، ورغم التهديد الواضح انه يد ميسي قويه جدا داخل النادي والفريق، يعني من علامات المؤثره، وطبعا بسبب الشعبيه والجماهيريه مش ما اعتقدش انهم هيقدروا يفرطوا فيه، رغم انه مانشستر سيتي بيضغط وبيحاول ويراوغ وبفلوس عشان يعني يستقطب واحد من اللعيبه، لانه كمان سيتي برضه عنده طموح نفسه ياخد البطوله دوري ابطال، ما اعرفش يعني مع جوارديولا اهو المفاجئ كمان كل مره خروج مفاجئ وخروج طبعًا متوقع طبعًا. على يد ليون كان يعني مفاجأة كبيرة، محدش اصلا متوقعها بعد الفرصة الرهيبة اللي ضيعها رحيم السلم، اللي يعني ما تضيعش زي ما بقول لك، يعني برضه من الحاجات برضه ايه اللي هي فوق في توفيق برضه في الكورة وفي عدم توفيق. لكن انت عاوز اقول لك على حاجة، هنا برضه في تجديد كابتن هاني، يعني لما وصل فرقتين شباب صغير لدور للدور قبل النهائي مع فرقتين يعني برضه فرقة كبيرة اللي هي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، فرقة كبيرة بس عاوز اقول لك طامحة
يعني لكن ده بيوريك انه ايه في حياه. تفتكر البايرن في عدم تفتكر البايرن بعد طبعا الاداء الكبير امام برشلونه هو الاقرب، ولا كمان باريس سان جيرمان بالطموحات حضرتك قلت انه اشتغلوا سنين طويله جدا عشان يوصلوا المباراه النهائيه، وبالتالي انك بقى خلاص وصلت للمباراه اللي هتوصلك للتشامبيونز ليج او التروفي نفسه هتبقى بالنسبه لهم مباراه العمر. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت معاك زي ما قلنا معاك اثنين مدربين المان، توخيل طبعا مدرب باريس سان جيرمان، وعندك فليك مدرب، والاثنين مدربين قارين بعض كويس، فالمباراه انت ممكن تشوف من خلال الرؤيه مين الاقرب للفوز بالبطوله. لا 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 بايرن ميونخ. بايرن ميونخ يعني بص مباراه تكسير عظم، يعني كان نفسي يبقى فيها جمهور. طبعا كانت لكن هيبقى يعني نهائي مثير، لكن عايز اقول لك كل شيء وارد في المفاجآت. طبعًا. ممكن يبقى مش يومك. ها؟ خلي بالك اصل ده توفيق عدم توفيق، ممكن يبقى مش يومك في اليوم ده فتصاب لو بكل البايرن لعب زي ما لعب قدام برشلونه. انا بقول لك اهو، فهتبقى مباراه مقفوله فيها تحفظ شديد جدا. ها؟ هيلعب فيها المهارات الفرديه اللي عنده كبير. دور كبير في حسم اللقب. يعني ممكن يعني تبقى، لكن جماعيه الاداء بتاعه بايرن هي اللي تقلق باريس سان جيرمان. ده اللي قاله مولر على فكره. ده اللي قاله مولر بعد المباراه. جماعيه الاداء بتخليك انه الناس دي عندها ثقه، هيعرفوا هجيب جول. عارف انت هجيب جول، مش هسكت، هوصل للجول خلاص. هو عنده المقدره وعنده مساله التدوير والاحتفاظ بالكره والحركه وتنقلات اللعيبه الذكيه في الملعب بدون كوره، والسرعه والشباب والحيويه، تحس انه واحده واحده كده ما بيتحركش واحد مع نفسه، لا نسيج متكامل يسير نحو هدف محاصره خصمه، فبيصل للوقت اللي هو عايزه. انا هجيب جول في الدقيقه كذا في الوقت كذا. ما تشوف عارف اللي اتعمل في البرازيل في 2014، شفت انت كان بيعمل، انت عارف انه في الشوط الثاني الالمان صعب عليهم البرازيل، يعني هو يعني كان ممكن ينهيوا الماتش مثلا 10 12 لو كان هم عاوزين، يعني لو كانوا قادرين. بس هي دي هترجعني تاني اللي انا يعني انا عشت 12 سنه في المانيا وعارف التفكير، وانا عارف المدربين كانوا بيقولوا ايه. المدرب بيقول لك انت لو قادر تدوس على الخصم اللي قدامك دوس. اصل دي، وبعدين ما فيش حاجه اسمها حرام في الكوره، يعني اصل يقول لك لا كفايه، ما فيش عندهم حاجه اسمها كفايه. لا دي نقطه. لا لا لا. النقطه الثانيه ان هم بيحاربوا لاخر دقيقه، برضو عقليه الالمان ان هو ممكن يحارب لاخر دقيقه. فالعقلية ديت، وهرجع لنقطة المدربين الصغيرين، يوليان ده طبعا مدرب لايبزيج، ده مدرب عنده 35 سنة. أنت بتتكلم على مدرب عنده 35 سنة بيمرن لايبزيج. لايبزيج يمكن لو رجعنا ل 10 سنين ما كانتش فرقة موجودة دلوقتي، كان بينافس في البوندز ليجا وبيوصل لفرقته للمباراة قبل النهائي في الشامبيونز ليج. ده بيدل ان في كمان تخطيط على مستوى المدربين في المانيا، انك عندك ثلاث مدربين المان من اربع فرق في نهائي الشامبيونز ليج. زي تاكيد لكلام حضرتك، الفتره اللي فاتت في هقول لك مش 15 سنه اختفى الالمان على مستوى التدريب على صعيد اوروبا، ظهر الفرنسيين، وطبعا مع وجود البرازيليين والبرتغاليين خدوا الطفره الواضحه. النهارده انت بتدي اشاره انه الكره الالمانيه تعود بقوه وبشراسه، وده لما يبقى عندك 35 سنه، يعني واحد لسه مبطل كوره ملوش، ممكن يكون في ناس تانية بتلعب لغايه دلوقتي بتلعب 40 و38 و39. هنا الفرق ما بين العمل والطموح والجهد والاصرار على ان انا احقق حاجه. ابو 35 سنه ده لو وراه قصه الصراره، ده بطل وهو صغير، مبطل فعلا، بطل صغير، اتصاب وهو عنده 20 سنه ماشي خلاص، واستبعد ورغم ذلك قعد يدرس صح ويطور في نفسه، وتتعرض عليه تدريبات ويقول لك لا شوف الاحترام، لا ما اقدرش، لا ما اقدرش امسك ادرب فرقه. قال له انت عارف بقى عرض ايه؟ اعتقد ريال مدريد. انا بقول لك تعرض عليه، قال له تعرض من الاوقات، تعال مدرب مع مش عارف ايه، قال له مع زيدان برافو صح. فقال لك انا قال لك لا مش هقدر استنى، لكن عاوز اقول لك ايه، كان ممكن واحد تاني يقول لك ايه لا طب انا ماخد الفرصه واتعلم وطول، لكن هو عنده هدف ان هو يصنع مجده بنفسه، ان هو ياخد حاجه ويبنيها بايديه ويطور فيها. ده هو الفرق ما بين ايه، ما بين مدرب بطل كوره، لاعب بطل كوره وبقى مدرب
وما بين واحد بطل كوره وطور نفسه وقعد اشتغل وزق. طبعا طبعا ناكل كوره وضع مختلف طبعا، والتطوير والشغل والدورات والبلان واضح والطريق واضحه، وده بيساعدك ومش ده بيقف في طريقك ويحط لك عراقيل وده بيحطمك معنويا. لا فده فرق، فده بيديك فرصه انه الالمان على مستوى التدريب وعلى مستوى الكوره في الفتره دي هم اسياد اوروبا بل واسياد العالم. يعني ايه بالفوز بدوري ابطال اوروبا اذا تحقق لبيان هيحط فرصه هدا كمان. عندك كاس العالم اللي جايه هتفرج على منتخب شرس جدا وهم يمتلكوا. لما تيجي تبص نظره كده متوسط الاعمار لا طبعا لما تيجي تبص نظره على كل منتخبات العالم ستجد الالمان هم رقم واحد. مزيد وسلسله ممتده من المواهب والعمل الجماعي لا يعترف بالشخص بل يعترف بجماعه جماعيه الفريق. هي ده سر النجاح اي فريق، وده احد اسرار نجاح الاهلي على مدار تاريخه، انه ما فيش النجم كان في الاهلي هو الفريق، ما كانش الشخص. لو احتوى الاهلي على كل نجوم الكره اللي ضموا فيه كان من منطق وقوه هذا النادي هو ان تحول كل العناصر اللي انت شايفها دي يذوب في واحد بس اللي هو فريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، كان مصدر قوته. والالمان في الفتره اللي خد فيها هولمان وتسوبل مع النادي الاهلي على مدار الدوري 7 سنين كان فيها نجوم مكسره الدنيا، لكن لا تجد ولا تلمح في الفتره، حتى في فتره مانويل جوزيه رغم كان موجود الفريق مدقق من لا تسمع صوت الا لفريق فريق النادي الاهلي. عايز اقول لك هي دي سر النجاح، عندما يذوب الجميع في صالح الفريق يتحول تدريجيا وتاكيدا للنجاح، لكن عندما تتحول مساله الى شلليه والنجم فلاني والنجم مش عارف مين وفريق هيقف على لعيب وفريق لا تبقاش فريق وده كبير. اعتقد كمان اللي صرح بيه رونالد كومان طبعا المدرب الجديد لبرشلونه كان بيتكلم من النقطه ديت ان هو البلان والعمل العمل داخل برشلونه الفتره اللي جايه هو عايز يعمل فريق جماعي ليس فريق ميسي ولا سواريز. وقال يمكن اسماء او بعض الصحف لمحت ان هو قال اسماء كبيره جدا، بوسكيتس بتتكلم على سواريز، بتتكلم على جوردن، بتتكلم على ديفيد فيا، بتتكلم على اسماء كبيره جدا على بيكيه مثلا على سبيل المثال. هو قال لك لا انا ممكن جدا بيكيه خلاص ممكن ما استفادش بيه، فبتتكلم على عقليه هولنديه جايه من منطلق يعني لهم تجربه كابتن هاني منطلق اللي انت بتقوله كريف اعتقد خد فتره مع برشلونه لكن هو طبعا في الفتره هو اقرب برشلونه اقرب للدماغ الهولنديه اقرب للدماغ الهولنديه صح. وهقول لحضرتك كمان من ضمن الحاجات او انا شايف الاسباب اشمعنى رونالد كومان في مدربين طبعا مدربين كبار كان نجم من نجوم الفريق دي حاجه طبعا حد ينسى تسديداته بالظبط نمره حاجه تانية مهمه جدا ان هو قادر على السيطره على الدريسنج روم على غرفه خلع الملابس ده مهم جدا نمره 2 من مدرسه تقريبا واحده مدرسه الاستحواذ على الكره وبناء الهجمه بشكل جيد ده مدرسه برشلونه نمره 3 قوه الشخصيه والجراءه في اتخاذ القرار ده ما كانش موجود اعتقد في المدربين مش من المدربين كلهم لكن المدرب سيت المدرب اللي فات ما تلاحظ عنده قوه شخصيه وفرض الراي كان في جزء عنده اهتزاز شويه فانا في اعتقادي ان الشخصيه دي تلائم المرحله الجايه لبرشلونه بس المركب ما ياخدهاش رئيسين في رئيس قاعد في رئيس قاعد ميسي طبعا اللي يقدر المدرب القوي تبدا قوته من غرفه خلع الملابس ومن التدريب ومن كل حاجه بص بعد كده اي حاجه تانية سهله يعني مثلا من مميزات مانويل جوزيه هو قال كده بنفسه انا مش عبقري في التدريب لكن عنده ميزه انه بيسيطر لا انا يعني عشت انت عشت القصه عشت التجربه لا عشت التجربه معاه وشفت نفسي يعني حطيت نفسي في موقف قدام بالصدفه جيت نفسي في مكان ولقيته ماسك نجوم مرعبه مرعبه انك تقدر تتكلم يعني قدامهم هو مسك الناس دي خلاها قد كده بجمله واحده انه البطل هنا الفريق مش البطل انت كفايه انك انت بتلعب هنا اللي بتلعب هنا بيديك وبيعمل لك وجمهور والاهلي يعني عاوز اقول لك ايه الحته دي اكتسبها الاهلي من البدايه من ايام التتش اتزرعت وكملها الاجانب اللي جم على مدار التاريخ وخزوها وخاصه جوزيه انا بتكلم مع هيدي كوتي بقى مع فايتس يعني. العبقري مع طبعًا. خد بقى طبعًا. مع كل المدربين اللي قالوا مرورا بجوزيه زكى الحته دي فخلى جزئيه مين البطل هو مين البطل هو الفريق ولذلك كل مكسب بيروح للجمهور انتوا البطل
عشان انت بتسدد دول. فانت هنا الراجل ده لو ما شكمش زي ما بيقول بالبلد كده ميسي واكيد طبعا اكيد مع كومان برضو نجم يعني نجم كبير مش انا مش جاي مش جايب لك مش واحد لك واحد يعني ما لسه ما تعرفش اسمه اعرفش اسلم عليك كده وبقول لك احنا اساطير الكوره الهولنديه حد يعني جامد. وبرشلونه محتاج يفوق في الفتره دي وهياخد فتره شويه كده عشان يرجع على فكره يعني مش هيبقى هيصحوا من النوم فتقول لا انت عندك الراجل بيقول لك احنا مش هنحتفظ غير بسبعه لعيبه رئيس النادي بيقول لك هنحتفظ بسبعه والباقي ده طبعا كلام غريب برضو يعني انت بتذبح الفرقه كلها وبتدمر الدنيا يعني الدنيا سخنه طبعا غضب فبيقول قرارات تحت بند ايه قرارات ابتصاص بتفكرني هنا بمصر يعني الجماهير الحماس الجماهير وهنشيل وهنعمل الكلام ده يعني ايه اعتقد مع مرور الوقت ومع كل من لما يشوف ويقعد يشوف اخد امور تهدى هيبقى في ايه مثلا ممكن كل اللي يمشوا ما يتعدوش خمسه سته وارد لكن وارد يعني جدا خمسه سته وده رقم كبير في برشلونه رقم كبير برضو كبير لكن يبني عليهم ايه انك انت عندك المقدره الماليه اللي تقدر تستطيع انك انت تجيب خاصه ان المواهب نضبت في على في معين الكره العالميه حاليا انت بتمر يعني ايه بمرحله خلاص يعني خلاص اوشك زمن ميسي صحيح. ورونالدو على الانتهاء وبدا يلملم في الاوراق بتاعتهم ويستعدوا من النجم القادم من النجم القادم من النجم الاوحد الكره على مستوى العالم لو مسكت ورقه وقلم يا كابتن وانت يعني لا هو تكرار العمليه تكرار صح صعب. صعبه هتاخد وقت عشان يخرج ميسي ورونالدو وغيرهم وزيدان وكلام ده فاعتقد انه برشلونه هيعاني عشان يستطيع ان هو يبني فريق وياخد وقت هياخد فقدان الثقه كبير جدا خساره الدوري وخروج مهين من دوري ابطال اوروبا لا شك انه هزه كبيره جدا للجماهير صفر في موسم ابيض زيدان القادم من بعيد استطاع بتوفيق كبير جدا يعيد لريال مدريد وانتزع الدوري الاسباني بقوه وبشراسه بجداره كل ده عمل يعني كورونا جت يعني كانت غراب شؤم على فريق برشلونه يعني لا طبعا زي ما بقول لك سعيد جدا جدا بلقائك ودايما بيكون لقاء ثري ان شاء الله دايما على موعد ان شاء الله معانا في البيت الكبير بنشكرك طبعا استاذ محمود صبري بنشكرك شكرا جزيلا نطلع فاصل وبعد الفاصل انا وسهام ان شاء الله مع نجم جديد من نجوم النادي الاهلي هيكون موجود معانا الكابتن احمد نخلي